جاتني الفكرة قصيت تذكرة لإيطاليا. سيتي معناتها أرخص تذكرة كما نقولوا، دونك محدة فيها وقت معين. دونك مش سيتي الفرنسي. لقيت ما نعمل قعدت نخمم واحد كي يقعد عنده معناتها تذكرة، فماشي تذكرة أخرانية كيفاش باش واحد يخلط على الطيارة. فوالا من الحكاية هذيك بديت لين جاتني الفكرة نتاع هالسباق هذا باش واحد يخلط على الطيارة، وجات التذكرة الأخيرة. شو أختي؟ الو صباح الخير. صباح الخير. اسمعني فما حاجه اخرى، شرط اخر يلزمكم تجيبوا معاكم يعني اوراق كاتبين فيهم كل واحد يبدا شاد في يده ورقه مكتوب فيها انور، متفقين باش نبداو نعرفوا اللي نتوما جايين وبالذمه. اوكي، ما لا تخرجوا في سافي سافي صح.